يا نهار اسود، كل دي كراتين؟ هو ده بقى المكان اللي انا قلت لكم عليه. هو ده المكان؟ برافو عليك. والله وقعت يا كمال بيه، بس احسن حاجه ان احنا جينا في الوقت المناسب. بالظبط كده، انا بقول بقى ان احنا نصورهم بسرعه وناخد بعضنا ونمشي من هنا جري، احسن نروح في 60 داهيه انتوا ما تعرفوهمش. دي ايه دي يا مريم؟ القضيه دي عشان تبقى متقفله وما فيهاش ثغرات لازم نصور كل التفاصيل دي. انا عندي فكره ذكيه جدا، تعالى نصورهم بالابلكيشن بتاع سناب شات اللي بيعمل تاج ورد وعينين ملونه، ده هيبقى شكله فظيع، والقاضي اول ما يشوف شكله كده هيقوم فاعل حكم ابن لذينة. واو دي فكره حلوه قوي. حلوه الفكره، عجبتني. بص احنا ممكن نصورهم باللي هو بيعمل الكلب اللي هو ليه ودن وليه بق ده وبيطلع. حلو جدا، هو شكل الكلب اصلا. فكره حلوه، فكره حلوه. استنى اسقطه بس. لا لا لا، في ايه؟ ايه ده؟ حصل صح؟ ما تقلقش انا معايا باور بانك. بجد فين؟ عندي 2 في البيت. في البيت؟ معكيش تليفون دلوقتي؟ في العربية. ما سبتوش في البيت ليه جنب الباور بانك؟ خلاص خلاص طلع تليفونك انت. ما هو في العربية برضه. هنعمل ايه دلوقتي؟ خلاص احنا بقى خلونا ورا العربية دي لحد ما نشوف هتروح على فين. والله؟ طبعا، ما هو ده الدليل. طب يلا بينا. يلا نشحن التليفون في العربية. والله وقعت يا كمال. هنا نور. ما انا واقف بقالي ساعة. عمر فين؟ انت عبيط يالا ولا اتجننت؟ مريم قاعدة معانا. ايه اللي مريم معانا؟ معلش يا مريم، سدي ودنك. في ايه؟ هنشتم بعض، هنقول كلام عيب. ايه في ايه؟ اللي في ايه؟ مريم قاعدة معانا. ايه اللي مريم قاعدة معانا؟ عايزك تظبطني كده وترسمني قدامها. معاك كراسة والوان؟ انت بتستغبى؟ يعني انت عارف ان انت بتستغبى صح؟ خلاص؟ لا لسه بقول لك ايه؟ عايزك تظبطني، يعني طول ما انا قاعد كده وتقول لي برافو عليك يا عمر، ايه ده؟ ايه الشطاره دي؟ انت عبقري يا ابني يا جامد. ايوه الحاجات ديت. ماشي ماشي، قول المقام الاول. يلا قول. شيل ودنك، شيل ايدي. خلاص خلاص، اقف هنا يا نور. ايه ده؟ معلش معلش معلش، انت حيوان يالا، حد يقف كده مره واحده. انا اسف، ارتبكت منك ومن شخصيتك القويه جدا، لانك انت ابو المفهوميه الجامد اللي عارف كل حاجه. ايوه انا جامد وشخصيتي قويه طبعا وكل حاجه، بس خلي بالك. خلاص ما تزعلش يا اخي، ما تكررش تاني. حاضر، انا اسف. في بنت قاعده معانا. انا اسف انا اسف يا اختي، قاعده معانا. طب يلا بينا ننزل ونشوف بيعملوا ايه. ايه ده ايه ده؟ تنزلوا تروحوا فين؟ اتحركوا انتوا، انا مش هنزل من العربيه، انا هفضل قاعده هنا مستنياكم، ما تتاخروش. انت عبيط يا بنت ولا بتستعبطي ولا في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ معايا تبعي. انت عبيطه يا بنت ولا بتستعبطي ولا في ايه؟ ما ينفعش، لازم تقعدي هنا واحنا هننزل ونيجي على طول. ايه ده ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ انتوا هتسيبوني هنا لوحدي ولا ايه؟ لا بصي مريم، انا مستحملك بالعافيه، يعني نعمل ايه؟ عمر احنا قلنا ايه؟ هتبوظ كل حاجه؟ مش غبي بقى، انا موجود يعني. انا اسف اسف يا مريم. طب يعني نعمل ايه طيب؟ ما احنا لازم تقعدي مستنيانا. اقول لك انزل انت يا نور وانا هقعد مع مريم عشان هي بتخاف تقعد لوحدها. واحنا في الميرلاند؟ ما تتهدي بقى يا بنت، اقعد هنا وهننزل وهنيجي على طول قلنا لك. الله. طب استنى استنى. ايه؟ ممكن بس اطلب منكم طلب قبل ما تمشوا؟ اطلب. اموري. ولا سد ودنك. ايه؟ هنقول كلام قله ادب، سد ودنك. اخلص. ايوه مريم. ممكن بس يا عمر لو انتوا اتقفشتوا جوه ولا رحتوا في 60 داهيه ما تقولوش خالص ان في حد بره مستنيكم؟ انت بتضحك على انت سامع؟ انت سامع؟ لا انا بسمع الوكمان. ما في كداب نكت. انت سامع يا كداب؟ دي نكت في الوكمان. كداب. يلا يلا بينا، دي طلعت واطيه قوي. بس يلا زي ما قلت لكم بقى. بس خلاصي بقى خلاص، يعني نتقفش كلنا. وطي صوتك. تعالى، مفيش حد دلوقتي، جت ساعة الحذف. يا اهلا وسهلا. عايزين ندخل المخزن منسحبين عشان محدش ياخد باله، وتصور كل تفصيلة بتحصل جوه. ماشي. معاك التليفون في شحن؟ انا شحنت شوية في العربية. ايه ده بقى؟ في ايه؟ 20% بس. مش مشكلة مش مشكلة، دول يصورونا بتاع 4 فيديوهات يا فيديوهانج يا جميل. بس بقول لك ايه؟ عايزين نعمل شوية أكشن، لأن المنطقة دي ما لعبتش فيها قبل كده وهموت والعب فيها. فعلا أنت فاضلك الأكشن، أنت لعبت في كل حاجة إلا الأكشن. بس أهم حاجة عايزك تغطينا في أي حاجة وما تخافش، موت قلبك. عيب عليك. في ايه؟ أسد يالا. في أسد طبعا. في ايه؟ مكانك كده أنت وهو. نسيت اقول لك ان احنا هنتمسك. طب ممكن بقى تقول لي ايه اللي هيحصل جوه عشان ما اتفاجئش برضه؟ هو كل خير ان شاء الله. ان شاء الله. انت متاكد ان هو ده المخزن؟ اعتقد ان ده كليب الجيتش ويري. او كليه البنات او دار الطالبات صح؟ يلا بس مش معايا انت وهو. لا اتفضلي اتفضلي. انتوا اتاخروا كده ليه؟
شكلهم اتقبض عليهم، هذه المصيبه. طول برضه امشي مع واحده زيك يعني. على فكره ما ينفعش ست تمسكني كده. طب ما تانججيني عشان شكلي ما بقاش وحش في قلب الخرابه اللي احنا فيها دي. ايه ده؟ مسكنا دول كانوا مستخبيين بره يا بص. انتوا مين يا حراميه ولا جايين تسرقوا؟ ايه الصوت ده؟ ده دوبلاج؟ تحس فعلا في حاجه غريبه، الصوت عكس الصوره خالص. انت قاعد انت وهو. كنتوا بتعملوا ايه هناك عادي؟ احنا ذئاب الجبل. اه بس زهقنا من الجبل وقلنا ننزل نسهر عندكم النهارده. تسهروا؟ اسهر واسكر. اهدى. بلاش اسكر، انا ما بشربش اصلا. هو انتم؟ ايه؟ مش انتم ياض بتوع فقره الاسود؟ اه ايوه ايوه احنا بتوع فقره الاسود. بقول لك ايه، انا ينفع اقعد بالشورت؟ شورت؟ اصل الجنس مضايقني قوي. هي الساونا منين؟ ده انتوا حكايتكم حكايه واني هموت واعرف ايه حكايتكم. هموت واعرف ايه حكايتهم دول. غيرتي قلبي. خد اشرب القهوة دي وفوق كده معايا. طيب أنا مفوق أهو زي الفل. حاضر. مش هتشرب؟ طب ما احنا قلنا كده من بدري. قومي بقى كده، هات لنا 4 كوبايات وثلاث حتت تلج ونعيش اللحظة سوا. هو في ايه؟ أنت ليه محسسني إن أنا قاعدة معاك في كباريه؟ أنا بقول لك اشرب القهوة مش القرف ده، وشيل البتاعة دي من هنا. حاضر، شيلنا البتاعة من هنا. والنبي يا خالو والنبي تركز معايا بقى، عايزاك في كلمتين. بص انا كنت بفكر يعني لما ابويا يتجوز اسيب البيت واجي اقعد معاك في الاقصر. انت برضك يعني خالي وانا ماليش غيرك لا حول ولا قوه الا بالله. انت كده مقطوعه من شجره خالص. على العموم مفيش مشكله، انت تيجي تنوريني في اي وقت. ايه بقول لك ايه، لا مؤاخذه يعني في السؤال، هو انت ليه كل ما بتشوفيني ليه بتقولي لي خالو خالو خالو؟ ايه؟ عشان انت خالو يا خالو، صله الرحم. ليلى ليلى بنت اختي وصله الرحم و معلش. مريم الحقيني يا ليلى الحقيني. في نور وعمر في مصيبه. طب ما تخش كده وتخلي ليلى تحلو ونقعد مع بعض ونعيش اللحظه سوا. ايه ده؟ مين ده؟ ده خاله يا ستي. برضو يا مريم ما كانش ينفع تمشي وتسيبيهم لوحدهم، كان لازم تساعديهم باي حاجه. يا بنتي ما تظلمنيش، انا عملت اللي عليا وزياده. ده انا فضلت مستنياهم يجي ساعتين في المكان ده. ساعتين؟ بصراحه الكذب خيبه، هم 5 دقايق وبعدين خدت بعضي وجريت. عايزاني يعني اروح في داهيه معاهم؟ خبر اسود ومنيل. هو فعلا يا خالو خبر اسود ومنيل، ومش عارفه نعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي. مصيبه اللي احنا بنتكلم عليها، بقول لك يظهر نسيت الازازه فوق. ازازه؟ يخرب بيتك، انت ايه اللي مخليكي تجيبي الراجل المشبوه ده معانا هيودينا في 60 داهيه؟ لا يجي معايا احسن، ده ما يتسابش لوحده في البيت. بقول لكم ايه، اعملوا لي فنجان قهوه وانتوا سايقين. والله يا خالو لو عامله لك لتر قهوه ولا هيحوق فيك اصلا. بقول لك ايه، تعرف تتخمد تنام شويه؟ انا عايز اعرف بقى ليلى احنا ليه رايحين بيتهم دلوقتي؟ احنا ليه رايحين بيتهم دلوقتي؟ علشان باباهم الوحيد اللي هيعرف يساعدنا في الورطه اللي احنا فيها دي. طب خلاص كده اتحلت. بجد يا خالو لقيت الحل؟ ايه جات لك فكره ولا ايه؟ اعملوا لي فنجان قهوه بقى وانتوا سايقين. قهوة ايه؟ نام يا خالو، نام، ما اسمعش صوتك بقى، نام. لا بجد بجد انا ما كنتش عارف الموضوع ممتع هنا، انا بفكر اجي اقضي الصيف هنا. الغريبة بقى يا نور ان الواحد يعني مستسلم تماما ومش عايز يقاوم. اصل هقاوم ليه؟ صحيح هقاوم ليه؟ سيب نفسك كده للدنيا. على فكرة انا ممكن اذيكوا واخلص نفسي، بس ما اقدرش اضرب واحدة ست عشان انا بضعف قدام الستات. بالظبط، وعشان احنا برضو جناتل وبنفهم في الاصول. على فكره البرفان اللي انت حطاه ده تحفه، معاكي تستر منه؟ قوي قوي قوي. منوره حبيبتي. بنورك يا طنط. أنا آسفة يعني. لا اتفضلي ولا يهمك. يعني أنا
على ما افتكر يعني ان انا مرتين ثلاثة كده قلتلك ان نور مش هنا مش كده؟ قلتيلي. طب ايه؟ يعني المعلومة وصلت؟ ايوه. طيب انتي عامله ايه؟ طمنيني عليكي، اخبارك ايه؟ والله انا من ساعتين كده كنت كويسه قوي وزي الفل الحمد لله، بس دلوقتي كده ابتديت انيق كده واتوعد كده شويه. لا الف سلامه عليكي. طب في ميعاد دواء، ميعاد مسكن، اعمل لك مساج يعني، اجيب لك ميه بملح احط رجليكي؟ اصل انا حاسه ان انا في بيتي يعني. يعني لو ما فيهاش تقل او احراج. لا يا حبيبتي خص عليكي، احراج احرجي بس انت صراحه من حقك تحرجي، انا ما اقدرش اتكلم في دي يعني. إيه؟ واحده في موقع يعني في إيه؟ في الموقف يعني الاحراج ده مش عادي يعني. احنا ما شربناش ايه بقى؟ هو انت في حاجه يا حبيبتي ما شربتيهاش؟ ده انت شربتي كل الحاجات، ده ما حدش بيشرب تليو، انت شربتي تليو. بس في حاجه اقرب ما خطرتش على بالنا. ايه؟ الشاي بلبن يعني معيده. عندكم بطاطا مشويه؟ انا بحبها بالليل. هتسقي البطاطا في الشاي؟ ايوه بحبهم مع بعض يعني، ما فيهاش اساءة ادب. اعوذ بالله. انا بس خايفه اكون متقله عليكي خالص، بعدين ما تقوليش كده تاني. ايوه انا هزعل بجد. لا الف سلام عليكي يا طنط. ولا يبان عليكي بتلغلغ. معلش تعبتك معايا. يا عمري. عم يوسف. ايوه عم يوسف. ايوه انت فين؟ أنا ليلى. وأنا يوسف. تحت الترابيزة يا بنتي، أنت فين؟ تعالي كده. أيوة أنا لقيت فرقة. تعالي كده عشان أشيلك. إيه في إيه؟ نور وعمر اتمسكوا ومحتاجينك معانا. متشكرة قوي يا طنط، أصلي مستعجلة يعني فمش ضروري. ها؟ إيه؟ إيه ده؟ استنى استنى. أوبا. الله 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 الله، ايه ده كده كتير. انتوا منورين والله العظيم، انتوا اهل الكرم كله. الله يخليك. بيقول لك منورين، ده هم اللي منورين حضرتك. مرتاحين في التكتيفه دي ولا تحبوا نربطكم احسن؟ نعم لا احنا مرتاحين تمام، بس انا في شكوى معلش. ايه؟ البنت اللي ربطت ايدي ربطها حلو جدا، بص مش عارف افرفص منها، لكن اللي ربطت رجلي بص يعني مهويه سنه. ايه ده بص، انا البنت اللي ربطتني عملت لي فيونكه. ايه ده؟ طب ينفع بقى التفرقه دي؟ لا لا نخليهم يربطوكوا زين. واحده تيجي تقرط لو سمحت كده على رجلي. من عينيا. المهم دلوقتي تحبوا نخلصوا عليكم ولا نقتلكوا احسن؟ حضرتك بتكلمنا احنا اللي بتكلم الراجل اللي في وسطينا دوت؟ لا بكلمكم انتوا، تحبوا نخلصوا عليكم ولا نقتلكوا احسن؟ لا احنا نتعشى الاول. ادينا وقت نفكر، اصل تخلص علينا ولا تموتنا، الاثنين احلى من بعض الصراحه، كل حاجه فيها مميزات. انا خدت قراري، انا هتقتل. يا ابن اللذينة. خلاص ماشي اموت انا، خلاص اموت. لا انا لا ما ينفعش كده، انتوا تاخدوا وقتكم في التفكير عشان لما تموتوا وانتوا متكيفين ومرتاحين. صح صح صح، احنا عايزين نبقى متكيفين ومرتاحين. بالظبط. عن اذنكم اتفضل 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 يا ابو البنات. طب ما تخليكم انتوا قوي. شو صدق احنا ازاي ما كناش هنا من زمان؟ مش عارف، انا مبسوط قوي جدا، انا مش كده ومتكتف ومبسوط. انا بقى مستني المرحله الجايه. ايه المرحلة الجاية دي؟ التعذيب بقى. تعذيب ايه يا سايكو؟ سايكو ايه يالا، ده اكيد التعذيب ممتع جدا. تصدق؟ بقول لك ايه يا عم يوسف؟ انا عايزاك تخش تتسحب جوه من تحت عقب الباب، لو لقيتهم مربوطين مش هوصيك بقى، ها؟ تقرقطهم لحد ما تفكهم وتخرجهم. داكور. أو النبي يا عم يوسف خلي بالك، احنا معتمدين عليك، حد يرمي لك حتة جبنة كده ولا حاجة تتسحل معاها ونروح كلنا في 60 داهية. بص أنا لو تأخرت عليكم وببلغوا جمعية الرفق بالحلاوة. ما تقلقش احنا كلنا معاك يا عم يوسف. ربنا معاك يا عم يوسف. بقول لك ايه، خليك جنب رصيف لحد يدوس عليك، مش هوصيك. اوكي. بقول لكم ايه؟ أنا ممكن أقرأ عليه تعويذة من الكتاب ده، فالتعويذة ترجعه بني آدم وهو جوه، الكترة تغلب الشجاعة. الله ينور عليك يا خيلو، بجد برافو عليك، دايما بتفاجئني بأفكارك الحلوة دي. خيلو ده كده هتشوف. اسمع يا مشحات، العيال دي تخلصي عليهم وتتويهم بكرة في الصحراء، أو بالعربي كده يو ويل كيل ذيم تومورو. خرشوا يا مشحات. خرشوا. صاروخ يا رب تخطفني.
عمر ونور، انتوا فين يا ولاد؟ الحمد لله اني لقيتكم. انت هلا انت وهو، اصحى بغلي منك ليه؟ ده انا صاحي من النجمه. انت يا ابني انت وهو. الله بابا، انت جيت هنا ازاي؟ نايمين ولا على بالكم، وانا اللي مخضوض عليكم والفار بيلعب في عبي. تعالى بقى يا بابا اقعد جنبنا ونحكي لك جنة نوم ازاي والمود هنا عامل ايه. هو ده وقته يا بابا؟ ما تفكنا وبعدين نحكي لك اللي انت عايزه. ويفكنا ليه بس؟ ما تسيبنا هنا شويه. صحيح انا نسيت التعذيب. ايوه لسه هيجوا يلطشونا. بابا لف لفه كده اهوت وتعالى لنا كمان ساعه. دول هيقتلوكم يا متخلفين. ايه؟ طب تعالى اقرب. انا سامع صوت حد جاي. طب استخبى بابا بسرعه، استخبى بسرعه. يستخبى ليه؟ هو احنا مخطوفين في مصنع سكر، احنا في مخزن، يعني اكيد في فران هنا. انا هستخبى عشان ما حدش يدوس عليا. صح صح. طب استخبى استخبى. يا رب يكون اللي جاي صوفي دي. يا فقري يا رب يكونوا غيروا الشيفت وناس جديده هي اللي جايه. ليه؟ انا ارتحت في الشيفت اللي فات. ما يمكن الشيفت ده احلى من اللي فات، واحنا لسه هنجرب حاجه جديده. ما اللي فات حلو يا عمر. ماتش يلا بقى يا خالو، بقالك ساعه بتحضر في التعويذه. يا بنتي اصبري انت كمان، بيقول لك تعويذه انت قلبك ميت، وبعدين عمك يوسف زمانه لسه ما وصلش. يا بنتي المكان كله قد كده، تلاقيه قاعد معاهم اصلا. بقول لكم ايه؟ ايه؟ انا قلقان. من ايه؟ انا خايف اقرا عليه التعويذه من الكتاب دوت فيكون مزنوق في جحره او زخنوق فيرجع بني ادم فيتحشر. زخنوق؟ معاك حق، بس مفيش وقت. هنعمل ايه يعني؟ ما انت لازم تتصرف برضك يا خالو. لا لا عندك حق، اقفل لنا بقى الكتاب دلوقتي كده. اقفل ايه؟ سيبك منها واقرا التعويذه وركز والنبي. طيب ماشي انا هقرا. بس ليها طلب، قبل ما اقرا التعويذه عايزكم ترجعوا السنه لورا عشان مفيش حد فيكم يتلبس. ماشي. انا واثقه فيك يا خالو. ها مش هوصيك، ركز النبي المره دي. شش تلوش. ايتها الروح الطيبه الكامنه في داخل هذا الكون، لا تخطئي مرة أخرى عشان خاطري. شوف شكلي بقى وحش، ما يصحش بقى. ها انت آخر مرة. ها واحفظي روح يوسف وعيدي له جسده الفاني وتمهلي على الأقل من مهلك. خالص خالص براحتك، وقت ما تحسي إنك عايزة تقلبي اقلبي، مش مشكلة خالص، كلنا مستنيين. ولا تسرعي فتخطئي. بابا يا نهار اسود. يا ولاد انا حاسس ان انا سقطت غيار. ده انت حضرتك قلعت الغيار، وانت يا بابا هتقعد تتحول لنا فيها كل شويه كده؟ ده ايه الفقر ده؟ يا ريته فيض الفقر. حاسس اني شايل الهموم كلها على ظهري، انا تعبت. لا يا بابا ما تركزش، بس انت شايل ايه؟ اهم حاجه ركز وتعالى فك كده بسرعه. بسرعه ايه؟ انت شايف بيعمل ايه؟ بابا فكك من المشي خالص، اتدحرج. انا هجيب سرعه وافككم. مش قادر، انا محتاج اريح شويه. بابا بقول لك ايه، مفيش راحه. معلش اضغط على نفسك شويه وتعالى. يلا انا حمسك. يلا اتقدم اتقدم اتقدم، وكفايه بلاش تتندم. والله انت لو جبت له احمد ناظر اصلا يجي يقول له اتقدم، مش هيتقدم سنتي واحد. فهموني طيب، انا اتقلبت ايه المره دي؟ بابا انت بقى عندك اوبشن حلو قوي، انت بقيت برمائي. ايه قلبت بطريق؟ لا بعد الشر عليك ما تقولش كده، انت بقيت زحلفه. ايه زحلفه؟ اسمها سلحفه. اسمها زحلفه. سلحفه. انزل سوق الحمام في السيده عائشه هتلاقيهم بيقولوها زحلفه. عبيط يالا، انزل سوق الحمام اسال على سلحفه. عادي ما بيبيعوا تعابين اصلا هناك. بجد؟ والله. يا جماعه ارحموني، مش وقته خالص يا بابا. امسك نفسك شويه وتعالى الحقنا. لا انا لازم اعمل راس مال. تريقوا تريقوا يا اولاد الكلب. كلب؟ انت حد عارف لك فصيله اصلا؟ يلا يلا يا بابا. مش قادر. الخشونة مبهدلاني. مش ده اللي هتبتاع؟ يلا يا بابا اتحرك. استغفر الله العظيم يا رب. انجز. انا اموت واشوف الراجل اللي الف القصه بتاعت السحلفه والارنب لما عملوا سباق والسحلفه اللي كسبت. ده اكيد واحد شارب سيجارتين. هونها هون هون يا مهون، هون على طول وتروح بلدك يا غريب، وتلاقي على البر حبيب. مريم مريم مريم. ايه ليلى في ايه؟ اتمسكنا هروحنا في داهيه خلاص. خد الله ولا فيلك يا شيخه، النهار طلع علينا ونور وعمر لسه ما خرجوش. ايوه صح،
وعم يوسف تفتكري رجع واتمسك معاهم هو كمان؟ مش يولى عم يوسف، المهم نور. طب ما عمر، تعالي نخش نشوف ايه اللي بيحصل. نعم ياكش يغرقوا كلهم على بعض، احنا هنستنى هنا وهم يجوا مع نفسهم. نستنى ايه تاني؟ ده احنا مستنيين من امبارح، دول لو جايين من ليبيا كان زمانهم وصلوا. خالو خالو ايه تعويذ تاني؟ هتحولني قرود المره دي ولا ايه؟ قوم. ايه عايز ايه؟ نور وعمر وعم يوسف لغايه دلوقتي لسه ما خرجوش. خبر اسود يا نهار ابيض. طيب 10 دقايق بس اظبط نفسي وانا هعمل الصح كله. 10 دقايق ايه يا خالو؟ قوم مفيش وقت. طب بقول لك ايه؟ احنا هننزل لو حصل اي حاجه على طول بلغ البوليس ما تترددش. حاضر هبلغ عنكم البوليس. حاضر. اسود ومهبب ده هيودينا في داهيه. يلا يا مريم يلا. اوعي سيبي ايدي. سلمي يا ليلى. ايدك هتكعبليني اوعي. يوه كده تخشي تروح تستنيني مع خالو بره. بقول لك انت هتهدديني انت كمان. ما انا قلت لك اطلع استنيكي بره. تعالي وصليني وانا اطلع. وصلك ايه؟ انا مصدقك اخش. يا ليلى يخرب بيتك اوعي وقعتيني. بصي بقول لك ايه؟ احنا كل واحده فينا تمشي في اتجاه عشان ننجز. ها نعم. انت عارفه انت لو قلتي الجمله دي انا هعمل فيك ايه؟ هتعملي ايه؟ لا ولا حاجه، بس مني خلي رجلي على رجلي. يا بنت افهمي، لو كل واحدة فينا مشيت في اتجاه، لو واحدة اتقفشت التانية تتصرف مع العصابة. عصابة ايه؟ احنا ما اتفقناش على عصابة. وانت جاية تتفسحي في الملاهي، جايبة بنت اختي معايا قتف في ظهري، اوعي كده. ايه البنات دي كلها؟ هتريهم ما خرجوش لغاية دلوقتي. ماشي يا نور الكلب، بس اشوفك ليلتك سودة. لا بصي بلاش نظلم عمر، عمر مؤدب وبالناس. عمر ايه؟ عمر دي لأدب خالص. ونور كمان. ايه مين دول؟ ايه في ايه؟ احنا جايين نسرع كوافير. كوافير؟ قدامي يا حبيبتي منك ليه؟ جايين على السمعة. بجد ولا ايه؟ ايوه يسلم بقك يا بابا يا عسل. حد يفكني بقى. سيبوني انا افكه. لا تفك ايه؟ فكنا انت واسكت خالص. ليه يا ده؟ كنت افكه النهارده برضه. بس كده ابوك برضه يعني. تسلم ايدك يا بابا، متشكر قوي. يلا نخرج من هنا. نخرج من هنا يا متخلف انت؟ ما كلهم قاعدين بره من هنا. احنا نخرج من اي حته، ممكن لاي حته من المخرج دوت. طب يلا خدني معاك يا نور. يلا يا حاج يلا. انت حضرتك انا بنت ناس ابوك الماسكه دي. يبقى السلام عليكم. ايه دي انتوا ايه؟ حريم ولا نسوان؟ ولا حريم ولا نسوان، بنات عادي حضرتك. ما هو انا مطرحي بجون زران، اللي عايز يخش يخش. ما تصحصح يا حرمه منك ليها. ام الشحات صباح، ركزوا شويه. قرشو قرشو. ام الشحات وصباح؟ ايوه اصل اساميهم تقيله علي، فبحاول اخففها شويه على لساني. ما انا خدت بالي من قرشو. هو ده بقى اللي انا كنت خايفه منه. انا هعترف بكل حاجه وانت تسكتي خالص. لا لو سمحت انا هقول لك على كل حاجه، بس ارجوك ما تاذيناش. احنا بصراحه جايين عشان خاطر نور وعمر. خلاصي انا هتصرف. اتفضلي. انتوا جايين للعيلين الصيص اللي جوه، فاكرين نفسكم في حديقه الاسماك. ايوه، واحسن لك تقول لنا هم فين، والا مش هيحصل لك كويس لو انا اتعصبت. احسن ليه؟ ايوه احسن لك. مش شحات عايزك توسع الحفره اللي هتفحتيها للعيلين اللي جوه عشان هتحطيهم وياهم، ولا تحبوا تدفنوا معاهم احسن؟ ايه ايه جو وقت البنات ده؟ قديم قوي حضرتك، حتى مش لايق على اللي انت لابسه. وبعدين بقول لك ايه؟ نتدفن معاهم احسن. كنتي خلص تتكلمي عن نفسك بعد كده حضرتك. طب في اي اوبشن تاني غير الدفن؟ ده صعب قوي بصراحه. ايوه نحطكم وياه. اوكي انت ايه ده الطف. ايوه ده احلى. اخف شويه. ينفع نروح دلوقتي؟ دلوقتي مريم فين؟ ما هي مريم وليلى جوه. هي ليلى جوه؟ ما هي ليلى ومريم جوه. وانت يا دهول بتسيبهم يخشوا جوه ليه؟ ما هو دهول بتقول له ايه؟ يلا بسرعه نلحقهم. خد بابا خليه معاك. يلا. ايه ده؟ نفسي اعرف جنس ملتك ايه؟ اكيد التعويذه فيها حاجه غلط. مش عايز ترجع بني ادم ليه؟ اصل انا حبيت نفسي كده اكتر.
ليك نفس تهزر، هزر هزر واستظرف كمان. اقول لك على سر، مريم وليلى جوه. انا قلت لك لا مش عايز اعرف. سلم نفسك انت وهو. ازيك يا هيا؟ هاي عامله ايه؟ احنا كنا في الكشك بنجيب سجاير وجايين. اجيب لك دوريتوس؟ وبعدين بقى عاملين لكم مفاجاه، يعني جبنا لكم اسيتون عشان اللي عايز يتغير الاكلادور بتاعه ولا حاجه يعني تتبسط. احنا هنتبسط جدا كلنا هنا. يلا قدام. طب ما تخليك انت قدامي. يلا قدامي. اوكي. يا وحشتني على فكره. عامله ايه؟ انا كنت عايز اجيب لك هديه بس ما اعرفش مقاسك ايه، فبعدين نبقى نجيبها بقى. بس بس يا هيا، ما ينفعش كده، خطيبتي واقفه. اهدي بسرعه كده تتجفشوا. ده انا قلت خلاص انتوا فلتتوا منينا او على الاقل هربتوا. انت حبيتنا قوي كده ليه؟ يهربوا ويسيبوا البنات الحلوه والقعده دي لمين؟ اكيد راجعين لها تاني. لا راجعين عشان ننقذك. كذاب قوي على فكره، مش هصدق الفيلم الهندي بتاعك ده. طبعا ما انت جربتها مره وعجبتك. اتبسطت ايه وجربت ايه؟ دي البنت كنت جايبها عشان القضيه بتاعت عمر، يا دوبك جبتها في الشقه. ايه ده؟ انت جبتها في الشقه؟ ايوه جبتها الشقه عشان اسجل لها. كمان سجلت لها؟ سجلت لها في اوضتك ولا في اوضتي؟ هو كان جزء كبير قوي في اوضتي، بس الجزء المهم كان في اوضتك انت. وبعدين ده اللي فارق معاك، سجلت لها في اوضتي ولا في اوضتك؟ انت ايه ما عندكش دم هنا؟ انت اللي ما عندكش دم. كان فارق معاك في اوضتي قبل كل شيء. يا اخوانا استهدوا بالله، ده انتوا هتموتوا. ما يصحش تموتوا وانتوا جافشين على بعض كده. ايه ده ما ينفعش؟ خلينا قافشين. انت ما عندكش دم. انت اللي ما عندكش دم. اسكت. انا لسه عندي مرتبه. يا استاذ عمر ما تخلصنا من القرف اللي احنا فيه ده. انا مش عايز اموت هنا. ما تخافيش انا هنقذك دلوقتي. ايه ده؟ ايه اللي حاضر فيه؟ بتقول لك يا استاذ عمر. حاضر يا مريم هخلصك حالا، بس نخلص الحوار دوت وخلصك على طول. على فكره انا بحملك المسؤوليه الجنائيه لاي حاجه تحصل لنا. مش لو عطروا في جيتاتكم اصلا او على الاقل لجيوه. ايه ده هما مش هيلاقوها؟ لا ازاي؟ احنا هندفنكم محدش هيضرب بيكم. انت مأمن نفسك؟ الله يعصبك. عصبك قوي جدا. طب حضرتك ليه عايز تقتلنا؟ احنا ناس تافهه جدا جدا ومش هنقول عليك اي حاجه. لا لا ما تقولش على روحك كده. وبعدين لما انتوا مالكوش عازه عايزين تعيشوا ليه؟ حضرتك لو سمحت، هو انا مش كنت مختار الاوبشن التاني؟ انا مش عايز اموت هنا ارجوك. طيب ممكن يا فندم يعني تموتنا كلنا بس تسيب مريم؟ انت ممكن تجيب لها بنطلون جلد على فكره وتشغلها معاكم في العصابه. ايوه حضرتك، ده انا شاطره قوي ولهلوبه والله وحرفع راسك، بس جربني ومالكش دعوه. ما تسيطر يلا يا عبيط، انت هتشغلها في العصابه. ايه بتقول لك لهلوبه؟ دي اكيد هتطبخ لهم وتنشر لهم. سيبك منها. في ايه يا عم انت؟ انت فاكر ان احنا مالناش ظهر ولا ايه؟ انا ممكن اخلي خلي يسخطك قرد لو عايزه. قرد؟ اسد يلا. وخالك ده بقى يعرف يعمل حاجة؟ انت ناس اللي عامل في ابوك ما تخلوش يصيح لك بقى. تفتكر هيعمل حاجة بقولك؟ طبعا. انا زهقت منيكم. ايه ده انت جالك نفس الاحساس ده برضو؟ ام الشحات صباح، خلصوا عليهم ولا اقول لكم اقتلوهم اسرع. حرام عليك، عايز تقتلنا ليه يا مفتري؟ اثبت مكانك انت وهو، ما حدش اتحرك. الحمد لله، ما انت كريم يا رب. جالنا بلاغ من واحد اسمه بكار بيقول ان في ناس مخطوفة هنا. شفت؟ انت بكار؟ انا بكار؟ انا الثعلب البكار. يبقى انت بكار. ايوه يا فندم انا بكار، انا اللي كلمتك. انت اتاخرت قوي على فيه يا فندم. انت جاي تقبض على بكار ولا ايه؟ لو سمحت يا فندم اثبت حاله دلوقتي. احتجاز رهائن وسلاح بدون ترخيص وشروع في قتل وحيازه نسوان وشبهه دعاره يا فندم. دعاره؟ فين الدعاره دي؟ فين يا فندم؟ بص حواليك هتلاقي في كل حته. بس يا فندم ما تبصش على دول عشان دول تبعنا. واقبض على 50 سنت ده رئيس العصابه. اقبض عليه فكوهم. بص عليك بلغ عني. معلش يا فندم، ممكن الرباط ده هو اللي يفكني؟ ده وقته ده.